إلى فقرة استوقفتني كثيرا. سأل مدير 3 موظفين في العمل: هل 2 + 2 = 5؟ فأجاب الأول: نعم يا سيدي يساوي 5. أما الثاني فأجاب: نعم يا سيدي يساوي 5 إذا أضفنا لها 1. الثالث قال: لا سيدي خطأ، فهي تساوي 4. باليوم التالي الموظفون ما لقوا زميلهم الثالث في العمل، وبعد السؤال عنه علموا أنه تم الاستغناء عنه. فتعجب نائب المدير وقال للمدير: يا سيدي لماذا تم الاستغناء عن الثالث؟ فرد المدير قائلا: أما الأول فهو كذاب ويعلم أنه كذاب، وهذا النوع مطلوب. أما الثاني فهو ذكي ويعلم أنه ذكي، وهذا النوع مطلوب. أما الثالث فهو صادق ويعلم أنه صادق، وهذا النوع متعب ويصعب التعامل معه. فسأل المدير نائبه: هل 2 + 2 = 5؟ فقال نائبه: سمعت قولك يا سيدي وعجزت عن تفسيره، فمثلي لا يستطيعون تفسير قول عالم جليل وفقيه مثلك. فرد المدير: وأنت منافق، وهذا النوع محبوب. رباط استيقافنا، هل أصبح الصادقون غير مرغوب فيهم والمنافقون هم المقربون؟ مع السلامة.